من مكة ينضم إلينا محمد كمال الكاتب الصحفي المصري. أستاذ محمد، يعني ماذا عن سير عمل الحج هذا العام؟ يوافي الحجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق في مشعر منى اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى مناسك الحج برمي الجمرات الثلاثة بيسر وسهولة، مبتدئين بجمرة الصورة فالوسطى ثم جمرة العقبة. بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، وتدفق جموع الحجيج اليوم على منشأة الجمرات وتمكنوا من الرمي براحة وتامة في وقت يسير بفضل التنظيم يعني الجيد لمنطقة الجمرات والتطور الذي شهدته منشأة الجمرات بأدوار وتنظيم وتحرك الحجاج نحو منشأة الجمرات والجموعها الكبرى التي يعني ترمى الجمرات على المنشأة بمستويات الخمسة بسهولة الحركة في مسارتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن مذاكرهم بعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى أو التوجهم إلى مكة المكرمة لأداء طواف يعني الوداع. نحو أكثر من مليون حاج قد طبعا رموا بالأمس جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى ونحو الهدف أول أيام العيد، حيث تمت عملية الجمع خطة التفريق المعدة لذلك. يعني يقضي الحجاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين من أعراض التعجل بعد رمي الجمرات في آخر أيام الحجيج، ويعني يتوجه الحجاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة حول الطواف في البيت العتيق. خادم الحرمين الشريفين اليوم يلتقي الملك جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقصر الملك بمنى رؤساء بعثات الدول الإسلامية، وذلك تكريما لوفود الحج. أيضا وزارة الصحة السعودية حذرت حجاج بيت الله الحرام من تناول الأطعمة المكشوفة أو المعرضة للتلوث، داعية جميع إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين. وزارة الصحة حصل ضيوف الرحمن على غسل كل ما يتناوله من طعام. وزير الصحة السعودي أكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة وبائية حتى الآن في موسم الحج هذا العام. هناك تعاون وتنسيق كامل بين منظمة الصحة العالمية معرفة الدول التي تقوم بها أو بها أو بعض الأمراض التي تحتاج يعني من الوزارة اهتمام ومتابعة، تم التنسيق على أعلى مستوى. هناك فرق طبية موجودة في منها بأكثر من 1750 شخص يعملون على فحص حجاج. ايضا في هناك اكثر من 30,000 شخص يعملون على يعني متابعه الحجاج من خلال المستشفيات. المملكه العربيه السعوديه هذا العام وفرت يعني تطبيقات الكترونيه، اطلقت مبادره حج ذكي لمساعده الحجاج على الوصول لخدمات الطبيه وتسهيل حركتهم خلال مناسك الحج. ايضا منظمه الهلال الاحمر السعوديه نشر تطبيق جهاز لمساعدة الحجاج الذي يحتاجون الى مساعدة طبية عاجلة وبإمكانهم وصلها تحديد اماكنهم من خلال التطبيق. وايضا وزارة الحج والعمرة اطلقت تطبيق مناسكنا للترجمة الفورية للحجاج الذين لا يتكلمون العربية او الانجليزية. عايزك لسيادتك ان هذا الحج هذا العام ادى بسيورة وصل تحت يعني توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز عبد العزيز وولي عهد الامير محمد بن سلمان. اذا الكاتب الصحفي محمد كمال، شكرا جزيلا لك.